السلام عليكم اصدقائي، كيف حالكم متابعين قناة فيوتشر كوين؟ مثل ما شفتوا عنوان الفيديو اصدقائي، عملة بيبي تنتصر على منصة كوين بيس. طبعا بالسابق طلعت تغريدات من منصة كوين بيس تتكلم عن عملة بيبي وتم انتقاد هاي العملة، لكن منصة كوين بيس تراجعت عن هذا الانتقاد وقدمت اعتذار رسمي لعملة بيبي ومجتمع عملة بيبي. بهالفيديو اصدقائي رح اتكلم عن هذا الموضوع. اما بالفيديو اصدقائي بتمنى تضغط زر اللايك، تشترك بالقناة، تفعل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات الرقمية، ولا تنسى تنضم لقناتنا على تليجرام، الرابط موجود اسفل الفيديو والرابط موجود كمان في بانر القناة. خليكم معنا لهذا الفيديو اصدقائي تعرفوا اخر اخبار العملات الرقمية. اول اصدقائي خلينا نتكلم عن موضوع رئيس منصة باينانس الذي يعرف باسم سيزي باينانس اليوم الغى متابعة ايلون ماسك. طبعا اصدقائي اولا نشر ايلون ماسك كاريكاتير سخرية عن تعديلات الدستورية في الولايات المتحدة الأمريكية، واستخدم لهذا الكاريكاتير طبعا بيبي ذا فروغ أو عملة بيبي الضفدع، تمام، اللي هو تستخدم في أغلب الأحيان لعملات الميم أو لنكت مضحكة على بعض الكاريكاتيرات. طبعا أصدقائي استخدم إيلون ماسك هاي الكاريكاتير وبعض الأشخاص وصفوه أنه هي دعم لعملة بيبي، لكن ما في أي خبر أو أي تغريدة رسمية من إيلون ماسك عن دعم عملة بيبي. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، طلعت منصة كوين بيس وتكلمت عن عملة بيبي وقالت قبل إدراج العملة على منصات كبيرة كانت هذه العملة عبارة عن شيت كوين وعبارة عن عملة مزاح، وبعد شهرة هاي العملة صار يستخدموها اليمين المتطرف للعنصرية. بعدها تم انتشار هاشتاج ديليت كوين بيس من قبل عملة بيبي أو مستخدمي عملة بيبي. بعد هاد الهاشتاج ما انتشر وصار واسع، قدم رئيس التنفيذي لمنصة كوين بيس اعتذار رسمي لعملة بيبي ومجتمع عملة بيبي، وقال لقد أخفقنا ونحن أسفون، بالأمس شاركنا نظرة عامة عن عملة بيبي لتقديم صورة قائمة على الحقائق الموضوع شائع اللي هي عملة بيبي. بعد ما صارت تريند حاول رئيس منصة كوين بيس يضرب ويطعن بهاي العملة، قال لم تكن هذه الصورة كاملة لتاريخ هذه العملة ونحن نعتذر للمجتمع. انتصار قوي بصراحة لعملة بيبي على كوين بيس وعلى مجتمع وعلى منصة كوين بيس. اولا اصدقائي عندي عملة كوين بيس على فرق من 15 دقيقة عندي ارتداد واضح موفيك ابرج 200، ممكن هاي العملة حاليا ترتد مرة تانية لو مناطق 0.502. بهاي المناطق اصدقائي لازم تحذر، عندك فريم الموفيك ابرج 200 على الفريم الاربع ساعات، لكن عندك مناطق تجميع السيولة السابقة بهاي المناطق. خلينا نشوف السيولة على عملة بيبي على فريم الساعة. اصدقائي عندي حاليا بهاي المناطق مناطق تجمع سيولة كبيرة، ممكن تكون فوليوم هبوطي ممكن يكون فوليوم صعودي، لكن اذا استمر البيتكوين في الصعود راح نشوف العملة بمناطق قوية جدا، لاني عندي هاي المنطقة منطقة تجميع ومنطقة فوليوم عالي. لكن في حال هبوط البيتكوين لمناطق ال 25000 دولار راح نرجع نشوف العملة بسعر 0.501 او 0.512. بهاي المناطق رائع جدا تخزين من هاي العملة، وخلي هدفك 2x او 3x. اصدقائي نكون وصلنا لهي الفيديو، بتمنى الفيديو يكون نال اعجابك، لا تنسى تشترك بالقناة، فعل زر الجرس، تضغط اللايك حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات الرقمية. مع السلامة، دمتم بخير.